للمزيد حول أزمة اللاجئين السوريين في المخيمات مع دخول فصل الشتاء ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف. أهلا بك معنا سيد رضا. أسعد الله مساءكم سيدي. أهلا بك سيد رضا. معاناة اللاجئين والنازحين السوريين تلاحقهم في مناطق سيطرة المعارضة والخارج في مخيمات الدول المجاورة. بداية، كيف ترى جهود المنظمات الإنسانية في رفع معاناة النازحين واللاجئين السوريين بعد 9 سنوات من الثورة السورية؟ نعم سيدي الكريم، المعاناة وكما أسلفتم في تقريركم هذه المعاناة لم تتغير منذ 10 سنوات، بل وعلى العكس تزداد سوءا في كل يوم وليس في كل عام. في ظل الضغوط الكبيرة للمهجرين والكثافة السكانية الكبيرة في رقعة صغيرة من الأرض، وفي ظل تراجع الدعم والمساعدات، في ظل التضييق على المعابر، كل هذا يصب ضد اللاجئين وضد النازحين، حالهم في الصيف كما حالهم في الشتاء. ففي الصيف لا يجدون ما يقيهم حر الشمس ولا يروي عطشهم ماء بارد، وفي الشتاء يبقوا في حالة تأهب بكل لحظة، إما عاصفة هوائية وإما فيضان ما يقلع الخيام ويهدم البيوت، يهدم الأسقف على أصحابها، عدا العواصف الثلجية، عدا العواصف الصقيع. الأمر جدا جدا سيء. هذه الحالة المدرية التي استمرت لعشر سنوات ولم يستطع أحد حتى الآن أن يجد لها حل، علما طيب. أننا نعلم أن الحل ليس بتقديم المساعدات ولا بإيوائهم بخيام جديدة، وإنما بإعادة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم وإنهاء هذه الأزمة من جذورها. نعم سيد رضا، يعني ريثما يعني تحلحل لربما الحرب في سوريا ويعني يعود المسار السياسي ولربما يوضح المصير العسكري لهذه المناطق، هذه المنظمات ألا يفترض أنها موجودة؟ ألا يفترض أنها تقدم وتكفي جميع هؤلاء النازحين واللاجئين أيضا؟ يعني ما هو سبب المعاناة التي يمرون بها اليوم؟ سيدي الكريم، المنظمات ضمن القدرات المحدودة لها. الأزمة السورية ليست أزمة منظمات، لا أبدا. الأزمة السورية هي أكبر بكثير من منظمات، هي أكبر، هي أزمة عالمية حقيقية، هي بحاجة لوقوف دول بكل قواها الاقتصادية والسياسية والعسكرية لحل هذه الأزمة. المنظمات لا تكفي كما أسلفتم سلة غذائية، لا يكفي قطع من الحطب، لا يكفي بناء جدار بدل من الخيمة. هذا الكلام لا يؤدي الغرض. هذا جميع حلول وقتية، حلول إسعافية لإنهاء أزمة بوقت معين ثم تعود لتتكرر في العام القادم أو لتتكرر في الموسم القادم. نعم، يعني أيضا بيان أمريكي دولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا ودعم الحل السياسي. كما تعلم البيان من هذا النوع ليس الأول طبعا، لكن السؤال هنا، هل ما زال المجتمع الدولي يظن خيرا بأسلوب الخطابات التي يطلقها؟ هذا الأسلوب الخطابات لو أن فيه خير لكان وصلنا للنتيجة منذ البداية. هم يعلمون أن هذا الأسلوب هو كما يكون لدينا طفل يبكي فتعطيه قطعة من الحلوى أو تعطيه شيئا ما حتى يصمت، أو لمريض عندما تعطيه إبرة مخدر أو حبة مسكن حتى يسكت عنه الألم أو الوجع. هذه هي البيانات أو هذه هي الخطابات التي اعتدنا عليها. هم يعلمون، وأنا شخصيا تكلمت معهم بشكل مباشر وناقشتهم بشكل مطول على كافة المستويات من الدبلوماسيين وغيرهم، وبالصريح العبارة تكلمنا أن هذا الحل ليس بهذه الطريقة. أنتم تخاطبون مجرمين، تخاطبون مافيا مسلحة على شكل نظام حكم. هذا الأمر يحتاج إلى قوة وقرار حازم من القوى الدولية لننهي هذه المعاناة وهذه الأزمة. هذا الكلام منذ أكثر من 5 أو 6 سنوات أو حتى 7 سنوات تكلمنا منذ البدايات، فكان الجواب إما التذرع بالموقف الروسي والصيني، وهم وهذا الأمر يعلمون جيدا أن هناك قوى عندما تريد أن تفرض على روسيا أو الصين تستطيع أن تفرض وبكل سهولة، وعندما تريد أن تتدخل لا تجرؤ لا الصين ولا روسيا على أن تتدخل. ولكن هم يريدون هذا الأمر أن يستمر. هم لهم أهدافهم، هم لهم غاياتهم.
التي لا نعلمها. هم يريدون أن يصل الحال في سوريا إلى ما هو عليه بهذا الصمت، ومن ناحية أخرى يتبجحون بالخطابات الإنسانية والمساعدات الإنسانية، ونحن عملنا ونحن قدمنا. طيب، منظمات حقوقية وثقت محاولات النظام السوري عرقلة وصول المساعدات للنازحين لغرض تحويلها لصالحه سياسيا، ألا توجد سبل أخرى لإيصال المساعدات سيد رضا؟ نعم سيدي الكريم، فنحن نعلم، وعلى قناتكم الكريمة أنا تكلمت أكثر من مرة. المساعدات عندما نربط، نحن عندما ننادي بأن النظام ساقط وأن النظام لا وجود له ونعود من جديد، نربط دخول المساعدات موافقة النظام، ولا يستطيعون إدخال المساعدات أو تقديم الشيء الإنساني للاجئين أو النازحين إلا من خلال هذا النظام. فهذا الأمر هو اعتراف ضمني وحقيقي بوجود هذا النظام. عندما تغلق المعابر وينتظرون قرار من مجلس الأمن حتى يفتح معبر لتقديم المساعدات، فهذا هو. طيب، ما هي السبل الأخرى سيد رضا؟ السبل الأخرى سيدي الكريم، الأبواب مفتوحة، بإمكانهم من خلال اللاجئين الموجودين في لبنان أو مخيمات لبنان. هم سأتكلم عن بعض المخيمات ذات الحال السيئة منها في لبنان، بإمكانهم من خلال مكاتب الأمم المتحدة أو الجهات المعنية في لبنان إيصال هذه المساعدات. بإمكاننا من خلال تركيا والمعابر المتواصلة الواصلة بين تركيا وسوريا تقديم مساعدات للنازحين في الشمال السوري، بإمكاننا بكل سهولة. أما أن نربط الأمر بالنظام السوري، فكما ذكرت النظام السوري هو يريد الهيمنة على هذا الأمر ليحوله إلى طريق هو يعلم إلى أين، لدعم جنوده ودعم الميليشيات المقاتلة معه من خلال هذه المساعدات. ونحن رأينا أكثر من مرة صور أو مقاطع الفيديو التي صورها عساكر الميليشيات أو النظام وكراتين اليو إن وغيرها موجودة لديهم في السكنات العسكرية. نعم، يعني في ظل ما تحدثت عنه أن الأزمة لربما تكون ليست أزمة منظمات، ومع دخول فصل الشتاء وتهديد البرد لحياة مئات الآلاف من النازحين وفقا لمنظمة سوريا ريليف، هل ترى أن خطط المنظمات الدولية منذ 10 سنوات حتى الآن باتت مجدية اليوم؟ لا أبدا، هذه الخطط كانت ولا زالت عشوائية. أنا أعلم جيدا كيف يتم التعامل ضمن منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الإنسانية. يتم التعامل دائما وفق حالات عاجلة، وفق أزمة وقتية بحل وقتي، لم يضعوا تصور لبعيد المدى. في كل مرة يتم الكلام يكون الجواب على وعسى أن تحل الأزمة، على وعسى أن يتم إنهاء هذه الأزمة. فلذلك نحن لا نضع خطط طويلة الأمد، نضع الخطط لتجاوز فترة معينة من الزمن، لتجاوز مثلا فصل الشتاء أو فصل الصيف. نعم. هكذا يكون، أو لتجاوز أزمة مثلا فيضانات في الشتاء أو أزمة حر في الصيف هكذا تكون. أو نعم. أزمة طبية مثلا في حالة اللاشمانيا الآن المنتشرة في أماكن النزوح والمنتشرة بشكل قوي بين الأطفال. الآن هبت المنظمات الطبية لمعالجة هذه الأزمة، كان من الأجدى بهم أن يعالجوا أسباب هذه الأزمات. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف، شكرا جزيلا لك.